كما وحدهم الحراك الشعبي شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً. المنتخب الوطني يفعل ذلك أيضاً. الجزائريون كما في الحواضر أيضاً في البوادي والأرياف بنفس الشغف والحماس لمناصرة رفقاء بليل. كنت في السوق وعيني اخي هنا باش نتفرج الفريق الوطني، وكانوا عيني جماعه ما ساعدش مش الوقت بظروف خاصه. نتمنى الفريق الوطني يربح ان شاء الله. الحاج القرعاوي بباديه المحره بولايه البيض مناصر قديم للمنتخب الوطني، لا يفوت له اي مباراه. من كان بلومي وماجر من 82 كان كنت نتفرج نتصنت له في البوسط، كنت نتفرج له في البوسط. ايوا في ذاك الوقت بعد النهار اللي كنت نتفرج له نصمت له كان صلاح مسكين كي سجل هدف الزوج وعندي بوست قسته هذه في 82. ايوا الحمد لله فخراني في عمري 67 سنه مازال نحب الفريق الوطني ومازال نحب الوطن وراني ثاني ولادي كان نفس الشيء. اهل هذا الدوار مع كل مباراه مقصدهم دار الحاج القرعاوي لمتابعه مباريات الكان الحاسمه. احنا رانا نجو هنا عند القرعاوي الاخضر وقي هو اللي هدا هنا بي ان سبور باش نتفرجوا عنده، ورانا فينا جماعه لحقوا جماعه مازال ما لحقوا كاع الموالي كل يتبعوه اللي ما عندهش التيلي يتفرج بالعمر هذا البسط والله يتفرج في التليفون. مشاركة الخضر في الكأس الإفريقية تستهوي لمتابعتها الجميع كبارا وصغارا. وبالنسبة للموالين فتوقيت المباراة الأخيرة أمام السنغال كان غير مناسب لهم بسبب ارتباطه بموعد السوق الأسبوعية للماشية. احنا كنا متسوقين اليوم والبطاقه صبونا اليوم داولين على الستة، احنا من الناس موالين نبقوا هذا ما جاش من السوق، هذا جا ما جاش من ما يورد، هذا مع خاصه ما يزقي ما داهوش لنا في الوقت المناسب، والحمد لله اللي ربحت لنا الجزائر وفرحتنا وفرحت الشباب. فرحة الفوز عند أهل بادية البيض لا تتم إلا بنحر شاة وإقامة مأدبة عليها. الحمد لله للجزائر ربحت لنا، وعلى هذه الربحه هاي ان شاء الله نذبح خروف ونعرض كل الدوار، وكان ربح الجزائر بزوج زوج خربان، وان شاء الله تربح ربحه واحده اخرى ونربحوا ان شاء الله. هكذا يصنع المنتخب الوطني وانتصاراته افراح الجزائريين اينما كانوا.